الترياتلون. كلجنه اولمبيه كان علم السيد الرئيس ان هناك برنامج لتاهيل الى الالعاب الاولمبيه 2024 و 2028. ما نتكلموش على 2020 لان هذا قريب. هذا البرنامج هذا راه بيننا وما بين الوزاره خدامين فيه باش يمشي مع لو نيفو اللي كيتاهل حتى هو 2020. هاد 2024 و 2022 سميناه جيل 24-28، يعني اننا الجامعه خاصة تعطي الا ما دارتهاش لان ما كانش تسع الجامعه او كانت شي لجنه فربما تكون اتصلت باللجنه التقنيه ديالنا ديال الجامعه الاولمبيه كتشمل اللعابه الممتازين اللي عندهم ابتداء من 13 سنه الى 18 سنه. هناك برنامج اللي غادي يتصاوب بهم باش يتهيئوا للالعاب الاولمبيه 2024 نبقاو حتى لاخر السنه ونظن الله على الالعاب الاولمبيه.